السلام عليكم الاخوان والاخوات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده نتوما والاهل ديالكم والاسره ديالكم الكريمه. دا مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد، فيديو اجتماعي ثقافي باذن الله. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تستفدوا منه جميعا. قبل ما غادي نقول لكم العنوان ديال هذا الفيديو او علاش غادي يهضر، غنبغي نشكركم كاملين كل واحد بالاسم ديالو بدون استثناء على التحفيز ديالكم، على التشجيع ديالكم، على التعاليق ديالكم المحفزه على اخر فيديو. وان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون من الاحسن للافضل. ان شاء الله دائما ندير بالملاحظات اللي كتعطيوني وبالتعليق اللي كتكتبوا ليا. اذا اليوم الفيديو اللي جيت به غيكون تحت عنوان النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي عامه. اذا تسنتوا لهذا الفيديو هذا مزيان باش تستافدوا منه وتستافدوا منه جميعا، حيت الا ملي كندير لكم انا شي فيديو فهو للافاده والاستفاده. غادي نبدا على بركه الله. نعلم ان التكنولوجيا لها دور مهم في حياتنا، فرغم مساهمتها الجذرية في التطور الحاصل داخل المجتمع، فإننا لا ننكر أن لها سلبيات أثرت علينا في حياتنا وسلوكياتنا، مما أدى بنا إلى سلوك طريق آخر بعيد كل البعد عن المألوف وما كنا نعيشه في زمننا. فتغيرت الحياة بظهورها وتبدلت المواقف والمفاهيم، ربما لأننا استعملناها استعمالا خاطئا، مما أدى إلى تأثيرها علينا وعلى قيمنا وأخلاقنا. إلا أن اختلاف الرؤى من مجتمع لآخر أدى بنا إلى تغيير عدة صور نمطية في حياتنا. حتى المفاهيم التي نعتمد عليها كان لها حد من التطور بين الأفراد والمجموعات والأصدقاء نساء ورجال، لكن عندما عرفنا التطور التكنولوجي حتى هذا المفهوم النفاق له حد وفير من التطور، حيث انتقل من مفهوم تقليدي إلى آخر عصري يتجدد داخل المجتمع بصفة إلكترونية على مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي كاليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام وعدة مواقع أخرى، وعرف بمصطلح جديد النفاق الإلكتروني. لقد أصبح المجتمع يعيش بين عدة شخصيات في شخصية واحدة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجمعهم علاقات مزيفة غير حقيقية، كل واحدة تمثل شخصيات متعددة الأدوار في شخص واحد. فبعد كل السلبيات والعادات السلبية الموجودة والمنتشرة بيننا في المجتمع في الوقت الحالي، نجد أن التكنولوجيا سرعت من وتيرتها، حيث أصبح كل شخص يجامل ويمدح ويبالغ في إظهار المحاسن والإيجابيات وطمس السلبيات، وعلاقات افتراضية مزيفة داخل إطار الصداقة، لكنها يلفها مجموعة من الاختلالات. اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي نافذة لتبادل المجالات والنفاق الافتراضي والمشاعر المزيفة والنصب والاحتيال. سميت بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن نرى انفصالا اجتماعيا بين فئات المجتمع، والظاهر لنا ليس ما تخفيه هذه المواقع من ظواهر عجيبة وغريبة، حيث أصبحت فضاء واسعا للنفاق وتلبية المصالح والمجاملة، وذلك بالضغط على علامات الإعجاب على الصور أو كتابة تعليق المدح، مع أنه في الواقع له خلاف مع ذلك الشخص.
وكذلك نجد أصدقاء لا يحبون بعضهم البعض. وعندما تدعو صديقة لهم صورة لنزهة أو شراء شيء جديد، تنهال عليها علامات الإعجاب والحب من صديقاتها والتعليقات الجميلة، تجعل المتصفح العادي منبهر بالمحبة الموجودة بينهما، وينخدع بتلك الصورة التي رسمها على تلك الأصدقاء. وهذا ما يجعلنا نتعجب من مشاهد متعددة في الواقع، لنتفاجأ بأن العلاقات باتت مصالح بغض النظر عن القيم ومبادئ الشخص. ومواقع التواصل جاءت لتعزيز هذه الآفة، النفاق الإلكتروني، كما أن مجموعة من الأشخاص يعيشون نفاقا إلكترونيا مختلفا بنشرهم المواعظ الدينية، لكنهم لا يمثلون الدين في أي شيء. وهناك من يكتب عن حب زوجته وهو في الأصل وسوى ضربا مبرحا. للأسف هذه المواقع عززت مفهوم النفاق الإلكتروني وعرضت أنماطا كنا نتغاضى عنها في الواقع، لكننا اكتشفناها بظهور التكنولوجيا في حياتنا بطريقة وقحة ولا حياء فيها. فمواقع التواصل جعلتنا نعيش في هذا العالم المزيف، كلنا مخطئون لأننا أعطينا لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من حجمها. هذا ما جعلنا نرى فوضى في كل مكان، حيث أصبح كل شيء له طعم مختلف. فالاختلاف أصبحنا نراه حتى في تهنئة العيد والمناسبات التي تختصر فقط في رسائل إلكترونية جافة عوض زيارة الأحباب والعائلة. وأصبحت صلة الرحم مقتصرة على الرسائل والتهنئة الإلكترونية، والعلاقات أصبحت باردة وجافة. هذا ما جعلنا نعيش انفصاما بين الواقع والمواقع، فحياتنا كالأوراق ينثرها الريح وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا على أنها مضيعة واستنزاف للوقت. فهي تخفي الكثير من المشاعر الحقيقية للناس، وتخفي كذلك حقيقتهم في الحياة الطبيعية، ويتفننون في كل شيء لإخفاء زيفهم ومظاهرهم الخداعة، لأنهم يعيشون حياة مليئة بالنفاق. فالحياة مريرة والواقع لا يطاق، والكل أصبح يهرب للمواقع ليبني علاقات أخرى مزيفة يشويها التدليس، يشوبها التدليس والخداع ليهرب من عالمه الواقعي. وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في ازدياد ظاهرة النفاق الاجتماعي باعتبارها ظاهرة طارئة ومرضا عصريا. فبات الناس أحيانا وكأنهم يلبسون أقنعة مزيفة لإخفاء قلوب مشوهة بمختلف الأمراض الاجتماعية. تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في عالمنا إلى منصات الشتائم المتبادلة أو التعريض بالآخرين. علينا أن نكون حذرين ولا نضع أنفسنا داخل دوامة مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون سببا في التحرر من قيمنا وأخلاقنا، وننساق وراء الوهم مقابل تعزيز النقص الذي يسكن فينا. نستحق كل ما يرتقي بنا إلى درجات عالية من الوعي، والوعي باختيار الصفحات والأشخاص الذين علينا متابعتهم. فالتطور التكنولوجي أضحى بيئة ضخمة تحمل في داخلها مستنقعا ملوثا. لهذا علينا ألا ننجر وراء التفاهة ونغرق أنفسنا في الكم الهائل من الابتسامات الزائفة حسبناها ماء من شدة الظما أوقعتنا فخ التكنولوجيا. إذا كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أنه ينال إعجاب ديالكم وأنكم تكونوا استفدتوا منه. فآخر هذا الفيديو غتلقى واحد الحكمة على هذا الموضوع هذا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.